بدك تفضحينا؟ بدك تبهدلينا؟ شو اللي بدك يا انت؟ تطلعي فيني واحكي؟ انا بس بدي اكون سعيدة بابا. بكفي. شو يعني تكوني سعيدة؟ انت وين سمعتي هالكلمة؟ قولي لي شو السعادة بالنسبة لك؟ بعد عني تسوني؟ طالعت لي جاني هاي ولك بدي ورتيك شو معنى السعادة؟ انا بدي اعلمك كيف تسمع كلامي. سايران بنتي، انت منيحة؟ تمام. سايران أنا هلأ رح أحكي معك لآخر مرة وبتمنى تفهميني. يا بتجيبي ولد لفريد وبتعدي مثل الملك ببيته وبتسلمي هاليس آغا حفيده بإيده وبتستلمي إدارة وسلطة هذا القصر، يا أما بتكوني وصلتي لنهاية الطريق سايران لعلمك. يا بابا انت مستوعب شو اللي صار معي قبل شوي؟ لك انت بدل ما توقف جنبي وبدل ما تدعمني تطلع شو عم تساوي؟ شو بده يعمل ابوكي اكتر من هيك؟ هو ما حماكي ودافع عنك هنيك قدام الكل؟ ما قوم البيت كله كرمالك؟ ما حاسب الكل على اللي عملوه واحد ورا الثاني؟ وزوجك كان واقف هيك عم يتفرج هنيك؟ نحن شو بدنا نعمل اكتر من هيك مشانك سايران؟ انت صايره بلا مشاعر كمان؟ عمتي؟ شو عمتي؟ لسه عم قول اسكتي يا بنت اسكتي، بس انتي كل ما سكتنا عم تتمادي اكتر. كم مرة صار خربان نظام حياتنا كله بسبب خناقك مع زوجك؟ تركنا بيتنا وتركنا استقرارنا واجينا وراكي لهون على القصر بسببك انتي، وانتي لسه لهلأ عم تقولي ما عملتوا شي مشاني. احكي احكي عمتي احكي، خلي هالغبية هاي تفهم، خليها تفهم معنى الحياة. ما ضل كلمة وما سمعتها بسببك وأنا بهالعمر. هذا الزلمة رح يمرض ويروح فيها، وانتي لسه لهلأ عم تقولي انت شو عملت مشاني بابا؟ أبوكي شو بده يعمل أكتر من هيك مشانك سايران؟ زوجك اللي وقف جنبك شي؟